السلام عليكم. قضى عمره وزهرة عمر أولاده في بناء منزلين يؤوي فيهما أولاده الخمسة وأطفالهم. كانت البيوت تكبر مع الأسرة، وحين جاء الحوثيون طردوا السكان منها. في اليوم الأول تمركزوا على أطراف الحي، وفي التالي وقفوا على أبواب البيوت، ثم طلبوا مفاتيحها، ثم تمركزوا في أسطحها، ثم طردوا السكان. خرج اغلبهم من بيته لا يرتدي الا ملابسه على جسده وبعد عامين من العذاب ومن القتال لم يكتف الحوثيون بما احدثته القذائف من دمار بل وضعوا المتفجرات في اركان البيوت ودمروها وما بقي منها قائما على اعمده متهالكه فخخوها وموهوا جريمتهم لتقتل السكان حال عودتهم اليها قصة الحاج أحمد علي نصر من حيث عبات بمدينة تعز في الفيلم التالي نتابع ثم نعود خسرنا أموال أدوات أثاث داخل البيت كل ما نملك الآن رجعنا لا تحت الصفر في... يعني الذي كان معانا نمتلكه من أشياء لا مواد مطبخ لا مواد لا اساس نلبس ادوات للبس ما فيش كله راح علينا داخل هذين البيوت هذه وهذيك هذه هناك في الاخير بعد التفجير ها لحقنا كنا من حقنا لا عدوك كام كان معنا برضو بقاله كان حق الوليد معه بقاله فوق البيت هذيك هناك الا سبع ثلاجات يعني كنا مكملين لبعض تشوف الانسان الذي كان يبدا اقوى الحق كثر كثر قلنا يلا يا وليد نعمل ذا وقزعنا الاول بنينا اجتمعنا وصلحنا الاول لمروان وبعده طلعنا لواحد رياض وهذا كان لعدنان عدنان ها كان باقي اثنين واحد متزوج وواحد عاده متزوج كان مستورة الحال يعني عشنا ما عشنا كان هذيك البيت طبعا اللي في القرمي كان واسع في حدود شقتين كنا ساكنين احنا اثنين او ثلاثه يسكني. نسكن معنا لما تحسن كانت تحسن الحاله وما دام مشيناش كما يعني كان مراحل نعمل مرحله مرحله بناء وبعدين مرحله سقف وبعدين مرحله تليس وشغل ترميم داخل وهكذا كنا نجز على لما انتهينا الان كمال العمر وكمال الذي صلحناه خلال العمر كله ما نعمل من الان نقول الحمد لله على كل حال هذا الذي قمنا من نتائج الحروب شوف التاريخ ما اعرفش التاريخ مضبوط ما بقينا لا نسجل ولا ندون المسائل لكن في اعتقد في 2015 كذا قام دخل لهم هي كان هنا كان منسوب مع الحواته بالاساس بعد بدات المقاومه جاء هنا كل كانوا هنا يطلعوا من جنب قصر الشعب و ويدوا لك المدرعات دبابات تطلع على الخط الدائري هذا الذي هنا ويضربوا من هنا كانوا على عصيفرة على فندق الإخوة على المجمع القضائي وبعد كذا عندما بدأت تجي المقاومة تبدأ تزحف لهنا 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 عندنا أول ما بدوا دخلوا لهنا أجوا بالليل والعيال واحد من العيال هنا ساكن هو جهاله تحت أجوا قالوا له اخرج المفاتيح قال لهم رقم لهم بمفاتيح فاتحوا قال الباب قالوا يجلسوا هنا ها وبعد لا ثاني يوم قالوا له خلاص اخرجوا انتم هنا حياتكم مهدده اش تخرجوا خرجوهم خرجوا الابن الثاني من البيت الثاني على اعتبار انهم جلسوا سيبوا لهم البيت تقلنا العيال بس سيبوا لهم البيت وخرجوا خرجنا وكل ادواتنا وامتعاتنا كلهم داخل هنا بالبيت هذيك وهذه كان معنا الطابق هذا اللي تحتنا اللي عفاف كله حق الولد داخله والله ما شل حاجه ونحن نفس الحكايه خرجنا في عملوا جلسوا فتره وسنه وتسعة شهور خط نار لا قرينا نخرج سامان ولا اداوي ولا عزلنا طلعنا ثعابات جلسنا خلال هذه الفتره كامل باقي ما بعد دا داخل البيوت كانوا محتو... مستولين على المبنى ذا الحوتاء وعملوا داخله قنص قناصين كان هذا المكان كله يش... يتناول المكان هذا من دمغة من فوق جامع الهادي لا ثعبات كم لقطوا يا ناس راحوا من داخل من نام الخمس وبعد ما زحفت المقاومة لهنا زحفت لو الدنيا دمار قا خرب المسائل يلا ما بعدين حلوا منزل اجينا نشوف الدنيا حقنا زي ما انت شايف دمار هذا كل المخلفات الذي خرجنا خارج كان هنا <applause> من احسان؟ ما تدري معك مساحه. مساحة. <تصفح> جه الحقيقة هناك كله عيال حقيقة. بعد ما عاشوا بدوا يكبروا زوجنا العيال بدي نعملنا شقة اللي تحت هذه. عاشوا بثلاثة عيال مزوجين بعدين شفنا تجمعنا تحسنت الحاله شويه كنا ذا جمعنا شويه وشق وتعاوننا وعملنا الشقة الثاني وعزلنا واحد مع عيال بعد فتره كذا عشنا ووقت تجمعنا وقلنا يلا يا وليد نزيد نتم وعملنا الشقه الثالث فتره من الفترات عملنا الشقه الرابع يعني عمليه تخفيف وتصريف للاسر للجهال يعني ها ستره حال وإن في الأخير ناسفوا الذي ما اللي امتلكونه كله أنا وعيالي الله هذه الذي هنا أجل الرابع واحد عاش خلاص قال ما عشتيش عزل وزعله آخر المطاف ما تشوف كله خراب دمار هذا الذي قننه من الحوتة والمتحوتين هذه فكرنا على اعتبار أن احنا من مناطق ثعبات لانه كانوا هنا اصحاب طبعا كانوا معرفه يعرفوا اصحاب حاره قريش الحوتة والمتحوتين كانوا من هنا اغلبهم متحوتين وحوتة كانوا ما كان من اي واحد من ثعبات يفجروا رويته لانه كان بقى ثعبات منطقه عصيه على الحوتة والمتحوتين يعني ما قدروش يدخلني ما دخلونيش فكان هنا اخذوا حقد كرهية على اصحاب ثعبات كان يعني كثير انا وواحد وناس اسمه امين احمد علي ساعد وقائد الشريف كان احنا كل احنا من حق آه يا احمد علي عبد الله هذا مفكروا بيت على اعتبار ان احنا منتمين لمنطقه الدعابات الذي صمد امامهم ما خلوهم ما زحفوش للمنطقة المنطقه اللي هنا اللي هنا يا عزيزي واحدة فنتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع في حدود تسع هذه بالمنطقة حقنا من عند مدرسة عقبة لهذا المكان تسع هذا الذي تفجير آسفة حق محمد عبد النقي حق هنا هنا في هذا المكان واحدة لأنه هذا الذي كان الذي عظم فجروه تحت كانوا هذان هذا البيت كان داخله عشر عبوات ناسفه وصاروخ من حق الطيران وقاموا من بعد ما بدينا بداوا بدين يبرحوا عيال حصلوا اجسام غريبه كان مرتبطه بوايرات بعدين بقوا من اخذين الحذر الحيطه والحذر وبعدين ني يبرح ينظف عمليه تنظيف بالدلا 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 لا لما خرجين عبوات مرتبطه كشبكه ومرتبطه ب... صاروخ من حق الطيران ما كان ما قرحش كان على اساس هنا شيء وعملوا له ثلاث دعاسات تدخل اول على الدخله واحد من هذا القناب اثنين وواحد من هذا وبالركن هذا اذا جيك من هنا اشتقي على دعاسه وين جيت من هنا اشتقي على دعاسه وبعدين عندما اخذوا الحيطه والحذر كانوا يقطعوا بعد الوايرات لا لما وصلوا لعند دعاسه استعانوا بناس مع لهم خبره ومعرفه ودرايه بالاشياء هذه لما الماء خرجوهن تي ستة شل الصاروخ من قدام الباب هذاك الخارجي الذي كان داخل لفوق خزن ستة أنفار والباقي تسع بوات ناس فهمنا كان الكبار كان بشبكة يعني كانوا إلا ربك عدو ما أردش كان تنتهي بكامل يعني. الآن هذي نقول مستقيم شبح يعني وصلونا للحضيض لكن ما يقول أمنيتي أن نسأل الله السلامة للشعب اليمني كامل ويستبت يستتب الأمن والأمان داخل البلاد يجزع واحد وهو آمن ويعودوا للناس حقوقهم الذي نهبت والذي سلبت وبس هذا كل ما نتمناه. استخدام الألغام في القانون الدولي مقيد بالكثير من القيود التي تهدف إلى حماية المدنيين من أثار الحروب فلا يجوز وضع المتفجرات في مناطق ساكن المدنيين ولا استهداف منشاتهم الخاصه او العامه، كما لا يجوز وضع مفخخات بدون خرائط ولا يجوز ان يؤثر استخدامها على حقوق المدنيين في التنقل والحصول على الغذاء وغيرها من الحقوق الانسانيه المكفوله في الشريعه الاسلاميه اولا وفي الدستور والقوانين اليمنيه النافذه وكذلك في القانون الانساني الدولي. لكن ما شهدناه قبل قليل ودائما من خلال هذه القصة ومن خلال الصور التي التقطت للمناطق السكنية في حيث ثعبات تثبت أن الحوثيين لم يلتزموا قط بأي من هذه التعليمات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية التي تضبط سلوك المتقاتلين وتمنعهم حتى من قطع غصن شجرة ولا في غيرها من مصادر التشريع مشاهدينا الكرام فاصل قصير ينضم إلينا بعده المحامي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات تفضلوا بالبقاء معنا شفتنا بالحرب الويل ضربونا احنا من الجبال. مبون علينا كل الهدف بس الله ستر دقت بحقنا حنا المدرسة أجد الصوت قوي ودقت بحقنا حنا المدرسة بعدين دخلت أمن ام أمن المقصف حقنا احنا بعدين راحت بالقم الثاني بعدين قلت حنا الضربة ناس كلهم راحوا قعد الضربة من المسجد وقالت أمن عندنا حنا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، كما ارحب بضيفي من فيينا المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي، رئيس فريق الرصد بمنظمه سام للحقوق والحريات، مرحبا بك سيد توفيق. مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة وأحب أن أستغل هذا البرنامج ليتقدم بأطيب التحايا والتبريكات للمجتمع اليمني ولعموم الشعب المجتمع المسلم في جميع أنحاء العالم بقدوم شهر رمضان المبارك والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر أمن وخير وسلام وطمأنينة واستقرار على العالمين بأجمعين. سيد توفيق مجددا مع هواية الحوثيين الأثيرة في تفجير المنازل قبل قليل قصة تفجير منزلي لأسرة الحاج أحمد علي نصر في ثعبات بمدينة تعز هل وثقتم هذه الحالة أو حالات مشابهة مؤخرا آه للأسف الشديد آه ما زلت أؤكد لأكثر من مره بان هذه الحرب افتقدت للفرسان للرجال الفرسان. هذه الحرب اليوم بلا اخلاق تماما سواء من طرف جماعه الحوثي او من بعض الفصائل التي سنذكرها لاحقا. نحن رصدنا عمليه تفجير البيوت وهي عمليه خارج اخلاقيات الحرب تهدف بالدرجه الاولى الى خلق حاله اذلال لدى المدنيين او الحاضنه الشعبيه للمقاومه. نحن رصدنا البيوت المفجره تقريبا الى حد الان نحن راصدين ما يقارب 800 بيت تم تفجيره عمدا بمعنى م. انه يتم تفخيخ هذه البيت بعد السيطره على المكان دون وجود اي ضروره عسكريه دون وجود اي خطر على هذه الجماعه نعم. تقوم بتفخيخ البيت بعد ان تقوم بنهب ما احتواه من اثاث بعد ان تقوم بطرد ساكنيه من النساء واطفال الى غير ذلك ثم تقوم بتفجيره على وقع اصوات التكبيرات والتهليلات الجوفاء المشهد المعروف يعني نعم نحن رصدنا ما يقارب 800 هذه المنازل طالت الأكاديميين طالت السياسيين طالت العسكريين طالت نشطاء المجتمع المدني طالت أيضا المواطنين العاديين للأسف الشديد بعض هذا هذا السلوك أيضا رصد لدى جماعة القاعدة في أبيان عندما اقتحمت عاصمة أبيان زنجبار قامت بتفجير بعض المنازل للاطراف الذين قاموا بمقاومتها، مؤخرا تم رصد بعض هذه الحالات للاسف الشديد في محافظه شبوه من قبل النخبه الحضرميه لاطراف تدعي بانهم يساعدون جماعه القاعده، هذا السلوك بشكل عام هو سلوك محرم في القانون الدولي، محرم في الاعراف الانسانيه، لان هذا البيت هو بالنهايه مأوى للأطفال للنساء لأن تفجير البيت هو عنوان جديد للتشرد عنوان جديد لمعاناة وعقوبة جديدة. لأسرة بأكملها يعني نعم ولا تزروها وازرة وزيرة أخرى ومهما كانت المبررات وانت ذكرت سابقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو وصايا للمحاربين قال اتفاقية جنيف المتعلقة بال المواجهات العسكريه وحمايه المدنيين في مثل هذه النزاع سواء بالقصف اذا القصف العشوائي اتفاقيه جنيف حذرت من القصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين ما, ما بالك عندما تكون هذه المناطق تحت سيطره طرف من الاطراف دون وجود اي ضروره او اي خطوره ثم يقومون بتفجيرها هذه عقاب جماعي كما ذكرت وهي تفتقد لاخلاقيات الفرسان في الميدان التي يجب ان يتصلح بها اي طرف من اطراف في مواجهه الطرف الاخر لان الاطفال والنساء لا ذنب لهم هم ضحايا حرب الدرجه الاولى والاخيره اذا ثلاث سنوات من هذه الممارسات في تصوركم كمنظمات حقوقيه كيف يمكن وقف هذه الجريمه تحديدا هذه الجريمه هي تاتي في سياق منظومه متكامله من الجرائم، انا اعتقد اليوم لا يوجد اي قوه تستطيع ان تردع هذه الجماعه وغيرها من الجماعات الا قوه الضمير، اليوم الامم المتحده والمجتمع الدولي يبدو انه فاقد للحيله في اليمن، وبالتالي لا يستطيع ان يوقف مثل هذه الانتهاكات، هنالك اليوم انتهاكات مروعه تطال المدنيين اليوم الاطفال والنساء والمدنيين هم ضحايا الحرب الحقيقيه في اليمن، وانا نعم. اعتقد اليوم وجود توثيق جدي وحقيقي وفق معايير دوليه ربما يشكل لتشكيل ملفات قضائيه وجنائيه حقيقيه هو اليوم الخطوه الاولى، اليوم ملف نعم. ملف تفجير البيوت الى حد الان آه نراه غائب عن الساحة الإعلامية وغائب عن الساحة الحقوقية بالضبط هذا ما كنت, ما ما كنت توفيق سأسألك عنه تحديدا هو ما الذي يمكن للضحايا فعله لحفظ حقوقهم القانونية بعد تعرضهم لمثل هذه الجريمة استكمالا الى الان لم يصدر تقرير شامل لتفجير البيوت في اليمن وهذا امر يعني للاسف الشديد يحسب على المنظمات المدنيه والناشطين بالدرجه الاساسيه. نعم. الامر الاخر انا ادعو الضحايا كل الضحايا الذين فجرت بيوتهم. أن يتواصلوا مع المنظمات ومنظمة سام لديها خط مفتوح مع هؤلاء نعم. آه يجب أن يكون لديهم صور لبيوتهم السابقة وهي وثم صور لبيوتهم المفجرة نعم. آه يا حبذا أن يكون هنالك وثائق بملكية هذه البيت، هذه الملفات، هذه الأساسيات الأولى يجب من الآن أن يتم إعدادها، يتم ترتيبها بصورة منهجية وبصورة كي كيف كيف يعني يفعل يعني أستاذ توفيق؟ كيف كيف بالإمكان أنه يتوقع الإنسان أن بيته سيفجر فيقوم بتصويره قبل أن طيب أن, أن, أن تداهم يعني تداهم الميليشيا يعني؟ غالبا بصوره او باخرى موجوده، لكن اذا لم توجد الصوره يوجد هنالك الشهود، يوجد عقال الحارات، يوجد الـ 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 الجيران، اليوم وسائل التوثيق اصبحت ميسره، وبالتالي على المنظمات اليوم ان تتحرك بصوره كبيره، اليوم هنالك قضاء بدا يتحرك في لا غير ذلك، يجب ان تعاد اعتبار المؤسسات القضائيه بالدرجه الاولى لتحريك مثل هذه الملفات. صحيح. هذه حقوق مدنية جنائية بحق هؤلاء الناس وجرائم حرب يجب أن لا تسقط بالتقادم ونحن حقيقة هذه عوائق ربما إلى اليوم لم يفطر لها كثير من الناس لكن أعتقد اليوم على المواطنين او المدنيين الذين فجرت بيدهم ان يتحركوا بهذه الصوره الى المنظمات الى الهيئات بل ربما تنشأ تعني بهذا الامر الى اليوم ما يقارب ألف منزل يعني المنزل ليس قليل لو حسبته بالحساب الرياضي البسيط ربما يطلع المبالغ بالمليارات اليوم فعل. للمنازل التي فقرت بعض المنازل تصل سعرها الى ما يقارب خمسة مليار ولا 10 مليار بعض فعل. المنازل وبالتالي هؤلاء الناس لانه الاشكال فلس يعني نستطيع أن نقول ان البيت في اليمن هي كرامه الانسان هي حلمه الاول والاخير من بنى بيتا في اليمن يظن بانه وصل الى الى الى, إلى... إلى نهايه الحلم الذي كان يرغب فيه وبالتالي هدم هذه البيت والقضاء على حلم هؤلاء الاشخاص حلم هذه الاسره لتبدا نعم مشوارها من جديد وبالتالي يجب ان يوثق كل هذه الجرائم المستقبل سياتي اما بتعويض سيد توفيق أنت, انت قلت أه انت قلت ان هذه الجماعه لم يعد من سلطان عليها لردعها عن هذه الجريمه النكراء وهي جريمه تاريخيه بالمناسبه ارتكبتها الائمه يعني في كل مراحل التاريخ لكن الا تخشى هذه الجماعه ومن خلفها من حاضنه ان يتم معاملتها مستقبلا بالمثل خاصه وهي تشهد انهيارات متتاليه ويوميه في عديد من مناطق البلاد. هو حقيقه هذا الامر يخيف الكثير، نحن نقول دائما بان الاعمال العنف والانتهاكات التي ترتكب في اي طرف هي تؤسس لعمليه انتقام مماثله ومشابهه لغير ذلك لكن المعروف تاريخيا بان دائما عندما توجد الدوله عندما توجد الحاله الوطنيه في الثوره غالبا تتعامل بتعامل اعلى بمعنى ان اليوم لو نظرنا لتاريخ ثوره السادس والعشرين من سبتمبر المباركه ستجد انه ربما لم يدون في التاريخ مقتل ما يقارب 35 الى 30 من الاسره الحاكمه، بينما الاسره الحاكمه ابادت الشعب باكمله. نعم وبالتالي هم ربما يؤسسون على هذا المنهج، لاحظنا في بعض المحافظات. يتكئون على ان اليمنيين لن لن يقوموا باعمال خارجه عن الاخلاقيات و يعني انتهاكات من البشاعه التي وصلت اليها اعمالهم. وهذا ثابت تاريخيا ثابت الآن لكن تظل الأمور اليوم أنا دائما أقول إنه من بعد جمعة الكرامة هي كشفت حقيقة عن الفجوة الأخلاقية بين التاريخ والواقع وما وصلنا إليه نعم. جمعة الكرامة أن يأخذ شخص ألف ريال أو ألفين ريال ليقتل أخاه هذا لم يكن موجود في العرف اليمني هي تكشفت عن حالة أخلاقية مريعة وبالتالي هذه الحرب اليوم مع اطاله امدها ستتكشف اليوم للاسف الشديد عن حالات انتقام مروعه، لن تستطيع الدورة الدوله إلقامها لن تستطيع جماعات الجامها، وبالتالي الى اليوم بدانا نرى تفريخات كثيره، وبالتالي انا حقيقه هذه الجماعه يجب ان ترتدي لانه لن تحميها صنعاء، لن تحميها صعده، لن تحميها اي منطقه. لان الانتقام اذا تحول الى انتقام شخصي لن يستطيع احد صعد الان ده. يعني على وشك يعني الانجاز فيها من قبل الجيش الوطني عموما سيد توفيق لو عدنا الى تخصصكم وهو مساله الرصد ما هو الاجراء الذي تقومون به لرصد الانتهاكات كيف تتواصلون بالضحايا؟ الضحايا احنا نعتمد على امرين اثنين اما الاتصال المباشر من قبل الراصدين او بمكان انتهاك الواقعه من خلال النزول الميداني الالتقاء بالشهود بالضحايا بالتصوير الى غير ذلك وعن طريق الاتصال التلفوني مباشره بالضحيه او بجيران الضحيه او بالشهود ليوثقوا لنا هذه الحاله ويصفونها بحيث تتحول لحاله رصد نعم. ثابتة لدى المنظمة لكن أن تتحول إلى ملف قانوني هذا الأمر يحتاج إلى جهد يحتاج إلى إمكانية كما ذكرت لك يحتاج إلى تفعيل منظومة القضاء تفعيل منظومة القضاء يحتاج إلى وثائق ملكية البيوت إلى أخذ شهادة الشهود إلى إلى غير تحتاج منظومة أكبر لكن على الأقل بالدرجة الأولى يتم توثيق هذه الواقعة من خلال الشهود من خلال الواقع الموجود على الأرض ماذا تتوقعون ما هي الخطوة التالية بعد الرصد والتوثيق الذي تقومون به نحن نوصلها إلى المنظمات الدولية لكن أعتقد الخطوة القادمة لا يعلم بها إلا الله لكن بالدرجة الثانية بالأساسية والمفترضة هي درجة القضاء مقاضاتها المرتكبة هذه الجرائم سواء أمام القضاء المحلي أو القضاء الدولي لأنه بالضبط هذا ما كنت أود الإشارة إليه اذا اذا كانت منظومه القضاء المحلي في جانب الشرعيه معطله بفعل فاعل فماذا عن القضاء الدولي؟ هنالك القضاء على نوعين اما القضاء الوطني ذو الصيغه الدوليه وهذه في الدول التي نص دستورها او قوانينها بكل وضوح بان لمحاكمها الوطنيه حق النظر في جرائم الحرب وهذه تقريبا اعتقد اغلب الدول الاوروبيه تسمح محاكمها بمحافظات مجرمي الحرب اذا ثبت انهم ارتكبوا جرائم حرب وربما في فرنسا في المانيا في السويد حتى في النمسا موجود مثل هذه الـ هذا الاختصاص واما في الامر الثاني هو الاختصاص محكمه الجناية الدوليه وهذا يحتاج الى تحرك سياسي لانه مجلس الامن هو المعني بالدرجه الاساسيه لحاله ملفات جرائم الحرب الى محكمه الجنايات الدوليه او الذهاب المباشر الى المدعي العام وتقديم له معلومات كافيه بوفقنا ميثاق محكمة الجنايات الدولية نعم. تقديم له معلومات موافية ومقنعة من خلالها يستطيع التحرك لتحريك قضايا جنائية ضد هؤلاء المنتهكين لكن أعتقد المسارين الثانيين يحتاج إلى إمكانيات كبيرة ويحتاج نعم. إلى جهد أكبر لمثل هذه الأمور بعد أن توفقوا الحادثة هل تمنحون صاحب البلاغ او الضحيه او يعني المنتهك طريقه ما لمتابعه قضيته كرقم ملف او ما شابه لا لا نحن الان في محالة الرصد فقط لانه م. اليوم لا يوجد اي مسارات امامنا لكي نوعد الناس بمعنى كما ذكرت سابقا القضاء اليوم في اليمن مشتت هناك قضاء مختطف في العاصمه صنعاء وهو قضاء فاعل وهو قضاء هو فاعل, فاعل هو بكل شفافية يستخدمونه استخدام صحيح جدا بالتالي نجد اليوم مع محكمة الجزاء تتحرك بصورة كبيرة وأحكام الإعدامات ماشية في هذا السياق والجميع راقب. وإحنا أصدرنا بيان مؤخرا نحن وشركائنا في الأورو متوسطي عن عن تواتر او تسارع احكام الاعدام في المحكمه الجنائيه المتخصصه في العاصمه صنعاء نعم. هنالك قضاء كان قضاء شخصي للاسف الشديد وهذا وجد في بعض المناطق المتحرره في تعز هنالك محاكم جنائيه محاكم خاصه لبعض الجماعات ولبعض الافراد وبدات تنظر في القضايا التجاريه والمدنيه والجنايه تصدر احكام بالاعدام وتنفذ وتعتقل وبعضها حتى يحمل شعاره القاعده للاسف الشديد نعم. وذلك الناحيه الثالثه للقضاء والقضاء الموجود في العاصمه المؤقته عدن وفي ايضا المكلا وهذا القضاء يبدو انه بلا مخالب إلى الآن هذا القضاء أصدر أوامر بالإفراج عن ما يقارب من 60 إلى 70 معتقل في سجون بير أحمد وغيرها من السجون التابعة للإمارات نعم وإلى اليوم رفضت هذه القوة أن تفرج عن هؤلاء الأشخاص والقضاء لا يستطيع أن يتحرك مع أنه ألف باء أن تحرك أن يتحرك القضاء بدعوى جنائية متعلقة بعرقلة سير القضاء وتعطيل أحكام القضاء ضد هذه القوات، لكن قضاء بلا مخالب كما قلت لك ويخضع لاعتبارات سياسية وإلى غير ذلك وبالتالي وهو قضاء أيضا يعني بلا مخالب لكنه جيبه مفتوح لدفع مرتبات القضاء العاملين مع الميليشيا بالمناسبة إشكالية بمعنى أنت اليوم لا تستطيع أن تتحدث عن 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 وجود سلطة قضائية حقيقية موجودة في اليمن. نعم. نحن اليوم لا نستطيع حتى القضاء اليوم القرارات التي تصدر لتشكيل المحاكم وعادة هي بالنهاية قرارات ذات طابع سياسي أغلب ما يكون لتفعيل حقيقي للقضاء. وبالتالي اليوم القضاء ولا يوجد حقيقة شبه مشلول في كل المناطق إما كما ذكرنا مختطف أو قضاء غير فاعل بلا مخالب أو مشلول. ما مستوى التعاون بينكم وبين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باعتبارها اللجنة رسمية؟ حقيقة لا يوجد بيننا أي خطوط مفتوحة هم يعملون في مجال المنصوص عليه في قرار تشكيله ونحن نعمل أيضا في مجال عن آه لائحة داخلية للمنظمة وبالتالي لا يوجد أي تنسيق أو تكامل بيننا وبينهم نحن ليس لدينا مانع أن ننفتح مع كل الأطراف سواء الأممية أو الداخلية أو الخارجية لكن نحن حقيقة لا يوجد بيننا أي تفاعل أو, أو أي تواصل أو لا تعتبر دا. هذه فجوة بين المنظمات الحقوقية العاملة في نفس الحقل وفي نفس الاتجاه بمعنى أنه ربما تتكرر ذات الجهود وتدفع ذات الأموال و الوقت والجهد لتوثيق حاله واحده من قبل كل هذه المنظمات وتترك ايضا مناطق اخرى كيف يمكن ان تسد هذا الفراغ لا في النهاية التحقيق الوطني في لجنة التحقيق الوطنية في ادعاءات حقوق الإنسان هي لجنة أنشئت بموجب قرار جمهوري وأثير لا أقصد اللجنة فقط حقوقي. إنما بقية المنظمات العاملة على ألا لا يوجد لا يوجد يوجد تنسيق بيننا وبين منظمات مدنية غير اللجنة الوطنية في الميدان نعم. موجود بصورة كبيرة في أغلب مناطق الجمهورية هذا مؤكد وموجود ولدينا تواصل مع قياداتها أو ناشطيها أو المنظمة يعني. نعم هل لكم من رساله اخيره نختتم بها هذا اللقاء حقيقه نحن ندعو كل الاطراف ولدينا بيان سيصدر بهذا الخصوص نحن ندعو كل الاطراف لانتهاز فرصه الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ونتمنى من كل الاطراف ان تبادر الى اعاده اللحمه اليمنيه الى اعاده لم شمل الاسره اليمنيه وتبادر بالافراج عن المعتقلين الموجودين في السجون من كل الاطراف نحن ندعو جماعه الحوثي ندعو القوات الموجوده الاماراتيه الموجوده في الجنوب ندعو ايضا القوه الشرعيه في م... الحكومه الشرعيه في مارب في تعز في كل مكان ندعو إلى مبادرة حقيقية وجدية خاصة من الأشخاص الذين لا يوجد عليهم تهام حقيقية وجدية ندعو إلى الإفراج عنهم وبالتالي فتح صفحة جديدة لأنه شهر رمضان المبارك في اليمن أصبح يأتي محملا بالآلام والأوجاع خاصة للأسر التي فقدت عائلها أو فقدت أخوها أو فقدت ابنها إلى غير ذلك أنا أتمنى أن يتفاعل الأطراف كلهم مع هذا النداء لأننا في النهاية نحن يمنيون الاختلاف السياسي يجب أن لا يفسد الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي الموجود في اليمن أنا أتمنى أن يكون شهر رمضان المبارك مفتاح خير وصفحه جديده على المستوى الاجتماعي والانساني من قبل كافة الأطراف المحامي والناشط الحقوقي توفيق الحميدي رئيس فريق الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات كنت معي من فيينا شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب أو قناة البرنامج على تيليجرام الحاج أحمد علي نصر وأسرتك المشردة تم الرصد في أمان الله